ضيفتنا ممثلة عم تثبت خطواتها بالدراما السورية والعربية، لفتت كتار وحب الجمهور وصار بينطرها، عم بتضيف دايما نكهة جديدة بعالم التمثيل. عم بحكي عن الممثلة يارا دولاني. مساء الخير يارا. بونسوار يارا. هاي بونسوار، مساء النور. مساء النور، شو اخبارك؟ تمام انا منيحه، انتو كيف؟ ماشي الحال. يعني فاينلي اذا فينا نقول صارنا وقت طويل عم نجرب نتواصل معك عبر الكونكشن وزبطت معنا، وانت اليوم الجست او الضيفه. خبريني، حبيت التاتو اللي على اذا في اقول كتفك، شو هي هيدي التاتو بالتحديد؟ هيدي كارما، الكارما، شعار الكارما. قد ايه بتآمني بالكارما، وخاصة صرنا بعالم لما نشوف حيلا حدا غلط معنا عم نرجع نشوف مع الوقت انه عم بيرجع يوقع، بتآمني بهذا الشيء؟ أكيد بآمن بطاقة الكارما كثير، ومشان هيك حطيتها يعني ومستحيل شيلها. وقد ايه اللو اوف اتراكشن أو القصص اللي أنت فجأة بيكون عبالك إنها تحصل بتقولي إنه بدها تحصل بدها تحصل وبتحصل عليها؟ كتير قصص بآمن إنه هي رح تحصل وبحصل عليها، وأوقات بنطر بقول دائما في وقت مناسب للأشياء الحلوة تيجي بوقتها، ما بحب استعجل الأمور، يعني دائما بشوف إنه الوقت حلو لحتى يحصل أي شيء بوقته المناسب. صحيح. يعني ماني عجولة أنا. صحيح. يارا لمعت بشكل كتير كبير بباب الحارة بالجزء التاسع، خبرينا عن هذه التجربة، كانت بداياتك تقريبا فيها، وليش قبلتي أنك تنضمي لهذا الجزء؟ حقيقة أنا كنت بعدني هون عم بدرس بالمعهد، كنت مخلصة السنة الثالثة وفايتة على مشروع التخرج، وكنت هون عم بشتغل ببيروت مع الفرقة رقص، فتفاجأت انه سبقت علي بقصة الرقص، انه انت انتقلت من الرقص للتمثيل، كنت جيتك بالسؤال. يعني قد ايه الرقص هو كمان اساسي وموهبه حلوه عندك اياها، وقد ايه بتفيدك كممثله ببعض المطارح؟ هي الموهبه الاولى حقيقه، يعني انا كثير بحب الرقص وبيعني لي جدا، وحتى يعني استخدمته بمشروع تمثيلي باثر الفراشه، ويعني الرقص شيء اساسي بحياتي نواه استغني عنه. يعني اشتغلت مع الاستاذ والمخرج نجدة أنذور، قد ايه هيدا الشيء اضافه للسي في تبعك او لحياتك المهنيه؟ اكيد بصراحه كانت تجربه كثير حلوه، خصيصا انه هي كانت بعد التخرج مباشره، وكان فيلم بيحكي عن الاحداث السوريه، وكنت كثير متاثره بالشخصيه، انه حدا بس بده يطلع من الدمار اللي هو عايش فيه ويقدر يهرب مع الطفل اللي عنده، وكانت تجربه كثير ممتعه وخاصه بصراحه. حكينا عن الرقص، وكمان ملاك حكيت عن الرقص، بس ما سالناك هل اذا عرض عليك عن جديد انك تخوضي هذا المجال اكثر، ومثلا تفوتي بدانسينج وذ ستارز، ممكن تفوتي ببرنامج؟ ممكن فوت ببرنامج، وممكن اعمل اي شيء بخصوص الرقص، وحتى انا حلمي يعني وطموحي انه اشتغل شيء له علاقه بالفوازير، كثير بحب هيدا الشيء. يا يعني انت امبريت، كان ايضا عملك لهيدا العام بعد عديد من المسلسلات اللي قمتي فيها او اللي قدمتيها بالماضي، خبرينا عن هذه التجربه كيف كانت؟ اخر تجربه لإلي؟ لا ما انا اخر تجربه، بس هذا العام كان انتقام بارد. انتقام بارد. اوكي لاني قطش الصوت ما سمعت. انتقام بارد كان عمل لطيف جدا، وخصوصي الشخصيه كثير حبيتها، دائما انا بيعطوني دور البنت البريئه او اللي عندها معاناه وحزينه وهيك، فكان هذا الدور لانه حدا شخصيته قوي ومتمرد اناني بحب حاله، فكثير استمتعت بهي الشخصيه وجذبتني كثير، لانه يعني قليل ما باخذ هي الادوار، هن دائما بينمطوا الاشخاص انه خلص بتظهري اول كم عمل بانه انت بريئه وطيبه ومسكينه، فبيجروكي دائما لهي الادوار، قليل ما يجي حدا. كمان يارا، اي اكيد يارا، كمان قدمت لغز الاقوياء هذا العام، اي عمل حسيتي كان انجح لإلك؟ بصراحة كلهم، يعني ما فيك تقولي عمل واحد هو. طب العمل أي عمل محبب لقلبك أكثر، سليتي فيه أكثر، حسيتيه قريب من شخصيتك أكثر؟ ما في شيء قريب من شخصيتي، لأنه هون كثير مضطهدة ومعنفة، وهون كثير أنانية
وما يعني الاثنين ما بيشبهوني ابدا، بس اثنيناتهم حبيتهم، بس لغز الاقوياء كان عمل مشترك لبناني سوري. استمتعت كثير، اول مره بعمل عمل مشترك فكثير استمتعت، وكان الكاست كثير رائع والمخرج رائع، ويعني كمان كثير استمتعت بهذا العمل، وناطره اشوف النتيجه اكيد والتوفيق. بما انك عم تحكي على الاعمال المشتركه، شو رايك بالاعمال العربيه المشتركه؟ ما كثير بحب يعني اي شيء، هي مش الفكره انه مشترك ولا مو مشترك، العمل هو بحد ذاته كيف بيكون، كيف طرحه، يعني انا برايي هو الاهم. ما بيهم انه اذا لبناني ولا سوري ولا مصري، لا بجوز يكون عمل مشترك يكون يعني كثير ناجح ومهم، ما خص. صحيح صحيح. وفي يكون عمل سوري او عمل لبناني بيور او عمل خليجي وينتشر عربيا، دائما العمل أكيد. الناجح بينتشر، مش ضروري يكون في دائما في اشتراك. الكتابه هي مهمه بعالمنا، وخاصه قليل الناس اللي بتكتب. حسب المعلومات اللي وصلت لي انه حضرتك كمان بتكتبي، بس بعد ما تترجم ولا مره هيدي الكتابه لمسلسلات. اي متى رح نشوف قريبا جدا؟ ما بعرف عم تفكر بالموضوع او لا، إذا حتكتبي أكيد أو لا مسلسل. أكيد أكيد. هلأ أنا كتير بحب الكتابة، وعملت وركشوب مع أحد الأساتذة وصرت كاتبة مسلسلين، وبصراحة يعني اثنيناتهم عم ينقروا، اثنيناتهم يعني عم ينحكى عنهم إنه أشياء بترضيني، إنه أنا يعني ما عم فوت بشيء أبدا يعني ما بيشبهني أو بعيد عني كثير، فعم حاول جرب إنه إذا نجحت فيها فهي شغلة كثير ممتعة وكثير يعني جذابة بالنسبة لي. ممكن تكتبي كوميديا مش بس دراما؟ لا صعب كوميديا. كتير. قد ايه صعب كتابة الكوميديا بعالمنا؟ وقد ايه قليل الكتاب اللي بيكتبوا كوميديا؟ حتى التمثيل هو أصعب أنواع التمثيل هو الكوميديا. أنا كثير بحب هذا النوع، بس هيدا شيء كثير صعب، يعني بدك كثير عالم مخصصين بكتابة هي النصوص لحتى أنه تطلع شيء مهم. نعم. يارا، هل برأيك في صراع بين الممثلين السوريين واللبنانيين؟ الصراع السوري اللبناني كممثل؟ لا هلا هي بتنبع بقى من شخصية كل شخص، ما رح اقول كل ممثل او من كل انسان هو كيف بيشوف. انا يعني ما بيعنيني الجنسية ابدا، بحترم كل الجنسيات، انت بقى كيف تتعامل مع الاشخاص. لبناني ممثل موهوب وناجح. لا احنا ما عم نحكي عن التعامل ولا عن جنسيات، احنا عم نحكي كتمثيل. قطعت فترة كلنا كنا نسمع عن الممثل السوري هو له الدور الأقوى بالتمثيل، يعني دائما كانت البطولات تكون للممثل السوري مش للممثل اللبناني، أو إذا كان الممثل اللبناني بيكون بطولة معه يعني، بس دائما في ممثل بالأعمال سوري بالأعمال المشتركة. هلا هيدا الشيء بيرجع لشركة الإنتاج، هن كيف بيختاروا، العلاقة بالتسويق، أنا هيك بتصور يعني، بس أنا ما بشوف حدا بيتفوق على حدا، أنا بشوف حدا عنده فرصة أكبر من فرصة حدا. طب يارا، أنت اليوم كيارا واللي وصلتيه لحد هلا، مين له فضل عليكي؟ أنا اللي له فضل علي بصراحة هو المعهد العالي للفنون المسرحية. أنا لسه لهلأ ما أخذت فرصتي اللي أنا بحس إنه هي عن جد إنه رح تصدرني أو رح انطلق من بعدها، لسه عم فوت بخوض بتجارب صغيرة، فيعني عأمل إنه تجي فرصة، وإنه أنا ما فيني أقول عن حالي هلأ إنه أنا إنه خلص إنه وصلت للي بدي. شو الفرصة يارا، شو الفرصة أو العمل اللي حاطة عينك عليه؟ يعني اي مسلسل حضرتيه يمكن على رمضان ولقيتي حالك مكان ممثله بطله؟ ما يعني ما في مسلسل انه، لانه انا يعني حضرت 2020 بصراحه وكثير حبيته، بس ما في حدا كان من جيلي انا كادوار. انا بيهمني انه عمل مهم، نص مهم، مع مخرج مهم، شركه مهمه، دور بسيط، ما بيهمني كم المشاهد على قد ما بيهمني القيمه المكتوب فيها النص لحتى انا اقدر اقدم حالي. يعني انا ممكن ب 20 مشهد بين انا كممثله كيف بكون، ممكن اخذ بطوله 100 مشهد و 200 مشهد وما اعمل شيء. يارا دولاني، شكرا لك على الاطلاله الحلوه كثير، ونحن ناطرين كل عمل جديد تنحكي عنه اكثر واكثر، وعلى امل نشوفك بلبنان بشكل سريع جدا كمان تا هيك نربحك باستوديو نيكست. شكرا لك يارا. شكرا لكم على وجودك معنا. ثانك يو. تفضل.